بسم الله الرحمن الرحيم. هلا عندي دوال، طبعا الحالات السابقة أخذناها هي عبارة عن إخراج عامل مشترك، هون عندي حالات راح نضرب فيها في المرافق. طيب شلون بدي أميز؟ معظم الحالات طبعا إذا جيت طلعت ما تحت الجذر، مربع ما خارج الجذر، يعني إذا هذا ربعته حطيته هون لازم يكونوا متساويات، هون بهالحالة بضرب بالمرافق. أول شيء نعوض، نجرب اللا نهائي، لا نهائي للتربيع، لا نهائي ناقص، لا نهائي عدم تعي، نضرب المرافق سبب مثل ما تكون اني هاد مربع هاد، عارف شلون؟ او اذا ربعت هذا راح يطلع هذا الحد، وبالتالي نضرب بالمرافق. المرافق يعني عمليا تغيير اشاره ما بين الحدين، بضرب البسط والمقام بمعاكس الاشاره، بمعاكس الاشاره. هلا نحن ضربنا، حطينا خط كسر، ضربنا البسط والمقام بالمرافق بمعاكس إشارة، كانت ناقص إشارة زائد. أنا عندي متطابقة بالصف الثامن، آ ناقص ب في آ ناقص ب في آ زائد ب تساوي مربع الأول ناقص مربع الثاني. طبعا هلا مربع جذر طار الجذر، إكس مربع مع إكس مربع بتروح، صفى عندي واحد على تحت الجذر إكس مربع زائد واحد زائد إكس. بنعوض نهاية اف اكس لما اكس تزعل زائد لا نهاية، واحد على هون لا نهاية زائد لا نهاية يساوي زائد لا نهاية، وبالتالي واحد على نهاية تساوي الصفر. كمان الحالة الثانية اللي نضرب فيها في المرافق، إذا كان عندي جذر وجنبل منه عدد، خارج الجذر في عدد، طبعا نضرب كمان بالمرافق. طبعا هون النهاية عند مين؟ عند عدد. إذا جيت عوضت 3، 2 في 3 6 زائد 10 جذر 16، جذر 16 4 راح 4 0، 3 راح 3 0، 0 على 0. نضرب بالمرافق، المرافق هو تغيير إشارة ما بين الحدين. طبعا ضربت البسط والمقام بمرافق البسط. طبعا هلا نحن بالنسبة لنا جيت بعد ما ضربت البسط والمقام بالمرافق طبقت الخاصة، عندي آ ناقص ب في آ زائد ب يساوي مربع الأول ناقص مربع الثاني، 2 إكس زائد 10 ناقص 16. يعني عمليا صار 2 اكس ناقص 6، طلعت 2 عامل مشترك، طبعا المقام ما بيتغير على حاله، طلعنا 2 عامل مشترك، 2 اكس تقسيم 2 اكس، 6 تقسيم 2 3، اختصرنا اكس ناقص 3 مع اكس ناقص 3. هلا صار عندي 2 على تحت الجذر 2 اكس زائد 10 زائد 4، كل ما شفنا اكس بنعوضها بشقد ب 3، 2 على 2 في 3 6 زائد 10 جزء 16 4 زائد 4 يساوي 8، 2 على 8 يساوي 4. مثال ثالث راح كمان نضرب بالمرافق، وقت يكون عندي جذرين عارف شلون؟ بنعوض اول شيء نتاكد ان في حاله عدم تعيين، جيت محل كل اكس عوض بزائد لا نهايه زائد لا نهايه زائد لا نهايه بيناتهم اشاره ناقص عدم تعيين، نضرب بالمرافق هو تغيير اشاره ما بين الحدين. طبعا ضربنا البسط والمقام بمرافق مين؟ الحد هذا، يعني تغيير إشارة بيناتهم. طبعا إذا جيت طلعت آ ناقص ب في آ زائد ب، بنقول مربع الأول ناقص مربع الثاني، مربع الأول 2 إكس مربع زائد 3، مربع 2 إكس مربع ناقص 5، بس مضروب بإشارة ناقص، لذلك بنغير إشارة الحدين، 2 إكس مربع ناقص 5 في ناقص صار زائد 5. 2 اكس مربع مع 2 اكس مربع بترو 3 و 5 صفى 8، على تحت الجذر 2 اكس مربع زائد 3 تحت الجذر 2 اكس مربع زائد 5. طبعا بالتعويض 8 على لا نهايه زائد لا نهايه صفى 8 على لا نهايه، وبالتالي يساوي 8 على لا نهايه يساوي 0.